أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أعرب عن فخره واعتزازه بمواصلة مملكة البحرين صدارتها لتصنيف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في عام 2020. وقال سموه: أطلقنا رؤيتنا في عام 2015 بتشكيل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة والمحترفين بهدف الانطلاق نحو العالمية، وقد استطاعت البحرين تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي في هذه الرياضة، حيث حصدت 89 ميدالية في مختلف مشاركاتها، ما منحها الوصول للمركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي عام 2019. وقد وصلت صدارتها لهذا التصنيف في عام 2020. وأضاف سموه أن المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية على المستوى العالمي جاءت بفضل الدعم الذي تحظى به الرياضة ورياضيون من لدن حضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الحرص على دعم وتشجيع الشباب البحريني لممارسة هذا النوع من الرياضات في أجواء آمنة ووفق لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي أسهم في ظهور مواهب وعناصر مميزة تم اعتمادها ضمن فريق خالد بن حمد والمنتخب الوطني. وأشار سموه إلى أن من أبرز أهداف الرؤية لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية الترويج للبحرين على أنها موطن لهذه الرياضة، وأن لها دورا رئيسيا في صناعتها على المستوى الدولي. وأضاف سموه أن مملكة البحرين استطاعت أن تكسب ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، حيث منحت فرصة استضافة وتنظيم بطولة العالم للهواة لثلاثة أعوام متتالية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن برنامج تطوير الذي وجه سموه منظمة خالد بن حمد الرياضية بالتعاون مع فريق خالد بن حمد إلى تدشينه كان مسؤولا عن ظهور العديد من النجوم في رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، كما استطاع دعم العديد من الأبطال في هذه اللعبة. وعبر سموه عن سعادته بالبرامج التي تطلقها منظمة خالد بن حمد الرياضية، معتبرا أنها رافدا لمزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية وخصوصا الرياضات القتالية، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى تدشين فريق خالد بن حمد الملاكمة وفريق خالد بن حمد المصارعة. كما شاد سموه بدور منظمة خالد بن حمد الرياضية واتحاد الملاكمة بتشكيل فريق وطني للملاكمة ونتائجه الإيجابية، مشددا على أن الهدف المستقبلي يرتكز على بلوغ منافسات مسابقة الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية.